ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله انا النهارده هنشوف ازاي نعدل جنط الحديد العادي لجنط سبور سلك. جنط سبور سلك ازاي؟ اللي هو الجنط اللي هو العادي اللي هو انت بتركب جنط سلك، بيجي كان بيجي ده زمان في العربيات الكلاسيك القديمة. احنا هنشوف ازاي نعمله الى حد ما شكله حلو وجميل. يعني في الاول وفي الاخر اذواق، فهو ممكن يعجبني وما يعجبكش. بس لو فكرة انك انت تعدل الجنط بتاعك لجنط سلك عجبك، دوس معانا لايك واشترك معانا في القناة. لو ما عجبتكش برضو اشترك معانا في القناة عشان تتابع كل جديد. بس ولو عايز تعرف ازاي تحول الجنط بتاعك لجنط سبور، هسيب لك الوصف بتاعه في الديسكريبشن تحت. ولو عايز برضو ازاي تعرض جنوط عربيتك، هسيب لك الوصف بتاعك في الديسكريبشن تحت. بس تعال نشوف الفيديو. لو انت عايز تسأل على حاجة او تتابع موضوع جديد، سيب لي في الكومنتات تحت وانا ارد عليك. زي ما احنا شايفين، ده سلك عجل عادي، السلك العادي اللي هو بيبقى عند العجلاتي. احنا بنروح نجيب، هي بتبقى علبة على بعضها، علبة سلك بتاع عجل اللي هو بيشد بيها الطرف بتاع العجل. وزي ما انتوا شايفين دي حتة ماسورة احنا جايبينها وقاطعينها وبنلف عليها السلك بالشكل ده. احنا لفينا السلك كله زي ما انتوا شايفين اللي احنا مشترينه كله. هي بتبقى علبة بتيجي كلها على بعضها زي ما انت شايف. بنلف السلك ده عشان يلف على الجنط، هنوريهولك هيلف ازاي دلوقتي. وبعد كده بنجيب الجنط بتاعنا، ده الجنط اللي احنا هنعمله. بنبتدي نقيس مسافات متساوية عشان خاطر نبتدي نقسم السلك على مسافات متساوية في الجنط. زي ما انتوا شايفين بنقيس نفس المسافة عشان يطلع نفس الشكل، يبقى هي كلها واحد. وده السلك بعد ما عملناه وطلعناه على الماسورة زي ما انتوا شايفين. يبقى الهدف منه ان هو يتحط على الجنط مظبوط. يا ريت تبقى ايدك كلها واحدة وانت بتتني السلك عشان يطلع معاك كله نفس المسافة. زي ما انت شايف اهو، بتبتدي تلحم اول واحدة وانت بتتنيه عشان خاطر يعدي على الجنط، يتحط على الجنط، يبقى متطبق على الجنط مظبوط. تبتدي تلحمه واحدة واحدة، تبتدي تلحمهم على المسافات المتساوية اللي انت قايسها. تبتدي تلحم واحدة واحدة، بس بتبتدي تلحم دي قصاد دي، يعني بتبتدي تلحم عكس كل اتنين قصاد بعضيهم. ايوه زي ما انت شايف كده، بتلحم الاتنين قصاد بعضيهم بحيث ان هي تبقى المسافة متساوية من جميع الاتجاهات. الناس بتبتدي تشتغل على نفس العلامات اللي انت معلمها في الجنط، بتعلمها بالمارك والمتر. بس زي ما انت شايف بتبتدي تلحم السلك، بيبقى ليه راس زي ما انتوا شايفين كده بتلحم فيها. عايز تشيلها برضو بتشيلها، بس هي كويسة يعني، ملهاش يعني، هي هتساعدك في وانت بتلحم. بس بنبتدي نحط السلك كله زي ما انتوا شايفين كلها على نفس المسافة، لأنها كلها من قاسة، كل واحدة على العلام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. بس كل واحدة على علام، نبتدي نلحمهم كلهم. بس كده زي ما انتوا شايفين ابتدى يظهر معانا شكل، ابتدى يظهر معانا شكل الجنط اهو. كل السلوك على مسافات واحدة لان احنا قايسينها ومقسمينها. بس احنا كده خلاص خلصنا السلوك، بنبتدي بقى نعيد لحام على الحاجات اللي احنا مش عاملينها. انت كده كده بتلحم لحام حديد عادي عند السمكري، يعني انت ممكن تجيب السلوك وتعملها وانت مثلا ما عندكش مكنة لحام، تروح عند اي سمكري او اي حداد تبتدي تعملها، مفيش فرق يعني. هي سلوك عادية بتيجي من عند اي حد، وادي السلوك مسكت خلاص في الجنط. بس زي ما انتوا شايفين خلاص كده الجنط خلص، وده الشكل الجنط بعد قبل ما نظبطه، ننضفه بالفرشة وبالصاروخ. نبتدي نجلخ الزيادات اللي فيه اللي هو في اللحام اللي زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نظبطه. بس زي ما انتوا شايفين كده خلاص احنا خلصنا الجنط، ما فاضلش فيه حاجة، كل اللي فاضل فيه حاجات بسيطة.
لكن تنج الأخو بالنسبة للمسامير انت ممكن بعد ما تخلص تفرغ مكانها، وفي ناس ما بتربطوش، بتربطه بشكل تاني، ده الجنط اللي هو السلك نفسه. تبتدي بقى تعيد لحامات على الحتت اللي انت ما كنتش شايف انها محتاجة لحام، الحتت اللي انت عايز تلحمها. بس كده بنبتدي ننضف الجنط. الجنط خلاص خلص زي ما انت شايف، ده الجنط قبل ما نشتغل فيه، وده بعد ما خلصناه. بس لو انت عايز تفرغ مكان المسامير بتفرغ، ده قبل الشغل، وده شكل الجنط بعد الشغل. بس وانت بتفرغ مكان المسامير، وده شكل الجنط، وعادي انت مغيرتش حاجة في الجنط بتاعك، تعمل له عملية ترصيص بس، وتركب فيه فردتك وخلاص. بس شكرا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. بس احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. بس لو عجبك الفيديو دوس لايك، ومتنساش تشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل جديد. بس كده احنا كده وصلنا للنهاية. لو عايز تسأل على حاجة اسأل عليها في الكومنتات تحت وانا هرد عليك. ولو عايز تسمع نتكلم عن موضوع جديد يعني اسأل وانا برضه هرد عليك. بس لو عجبك الفيديو دوس لايك، ومتنساش تشترك معانا في القناة. السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.